عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرافندي من قناة إيهاب تي في. أهلا وسهلا بالجميع، بدنا اليوم نشوف التحديثات وكل التحديثات إن شاء الله. لا تنسى الدعم يا غالي، وخلينا نبدأ على بركة الله. أول حاجة، في عنا جهاز تلقى تحديث 13.0.2 على الأندرويد، وهو الأندرويد 12، وهو هاتف مهم جدا، وهو شاومي 11 لايت 5G NE. هذا الجهاز الرائع والراقي، هاي في منه لون، اللون هذا الأسود، وفي كمان لون هاي تاني برضو اللون الزهري، هذا لون حريمي، هذا لون رجالي، يعني على حسب زوج اللي بده يأخذ الجهاز. هذا أول جهاز تلقى تحديث 13، والآن متاح للجميع. النسخة العالمية متاحة للجميع، والنسخة الصينية أيضا متاحة للجميع، وهي رابط التحديث اللي حابب ينزله من القناة. عنا الريدمي 10 الروسي، العالمي أخذ، لكن الروسي كمان لسه ما أخذ. 12.5.10 على الأندرويد 11 لسه ريكفر روم، وفي تحديث له البوكو إكس 3 برو الآن حصل على التحديث اللي هو 13.0.3، والآن للمسجلين. وإحنا عملنا فيديو بخصوص اللي حابب ينزل التحديث للجميع، ممكن أنت تنزل التحديث للجميع، بتقدر تنزل لو أنت مش من المسجلين، بتقدر تنزل تحديث 13.0.3 على البوكو إكس 3 برو. وهي عندنا البوكو إكس 3 برو، هي التحديث 13.0.3، هي هذا جهاز، وهي كمان جهاز عملنا عليه هذا الفيديو اللي هو هي 13.0.3، طبعا على الأندرويد اللي هو الأندرويد 12، سواء هنا أو سواء هنا. آخر تحديث للريدمي 9 برايم، هيو زي ما انتم شايفين 12.5.3 على الأندرويد 11، طبعا ريدمي 9 برايم بيجي نسخة هندية. البوكو إكس 3 جي تي الأندونيسي حصل تحديث 13، وأول بوكو إكس 3 جي تي يحصل تحديث 13.0.1 أندرويد 12، والنسخة الصينية اللي هي بتكون ريدمي نوت 10 برو 5G هي نفسها البوكو إكس 3 جي تي، والآن الصيني والأندونيسي حصل على تحديث 13 وأندرويد 12. وعندنا النسخة العالمي، النسخة العالمي لحتى الآن على 12.5.8. تحديث جديد للريدمي كي 50 جيمينج 13.0.4 على أندرويد 12، كان 13.0.3 أصبح 13.0.4. البوكو أم 4 برو هذا الـ 5G، هذا الجهاز حصل على تحديث جديد وهو 12.5.4 على اللي هو كان على 3 وصار على 4. عندنا بعد هيك اللي هو البوكو ام 3 الاندونيسي حصل على 12.5.6 على اندرويد 11، وهي جهاز البوكو اكس 3 جي تي هو ال 10 برو نفسه، ماخذ تحديث الصيني 13.0.3 ريكفر روم. اذا الاندونيسي والصيني حصلوا ريدمي كي 40 جيمنج 13.0.3 على اندرويد 12، وهي التحديث امامكم اللي هو ريدمي كي 40 جيمنج 13.0.3، وهنشرح عنه ان شاء الله. ريدمي نوت 9 برو الاندونيسي حصل على تحديث الاندونيسي 12.5.3 وكان على 12.5.2 الـ OTA. العشرة برو الاندونيسي حصل ايضا 13.0.1، عندنا العالمي حصل، وعندنا الاوروبي حصل، وهي كمان الاندونيسي حصل، هذا كله متاح للجميع. ريدمي نوت 11 الان NFC الروسي حصل تحديث 13.0.3 على اندرويد 11 ريكفر روم، والـ OTA على 13.0.2. طبعا لمتابعة كل التحديثات على قناة إيهاب تي في على التليجرام. 11 لايت هذا الـ 4G اللي حصل، هاي اللون هذا اللونه الأزرق، هذا اللون الأزرق برضو لون حلو، حصل هاي التحديث، والأندرويد الأندرويد 12، وهي تحط الساعة 12 بيجيك الأندرويد 12 زي ما انت شايف. 11 لايت الـ 5G العالمي حصل تحديث 13.0.3 على أندرويد 12، والـ OTA 13.0.2. عندنا كمان 12.0.12 على اندرويد 10، الريدمي 9A الاندونيسي، والاو تي على 11. ال 9A الجلوبال عملنا عليه فيديو 12.5.2. هنا حكينا انه الكي 40 برو والكي 40 برو بلس والمي 11 اكس برو الهندي كلهم هدول بيجوا نفس السوفت وير ونفس اللي هو اسم الكودي اللي هو هايدن. وهذا الجهاز اخذ تحديث 13.0.1 على اندرويد 12 اللي هو النسخه الهنديه المي 11 اكس برو اللي هو ريدمي كي 40 برو وكي 40 برو بلس. المي 10 تي لايت الجلوبال 12.5.8 على اللي هو اندرويد 11، والاو تي 12.5.6. عندنا كمان المي 10 الاندونيسي حصل تحديث 12.5.3 على الاندرويد 11 و12.5.2 اللي هو الـ OTA.
زي ما انتم شايفين كمان عندنا الميتن، هذا جهاز الميتن شايفينه جهاز فلاج شيب معالج رائع جدا 865 وهو 5G. هذا الميتن كمان حصل تحديث 13 على اندرويد 12، هيو عندنا 13.0.3 على الاندرويد 12، وهذه النسخه ايش النسخه لو اجينا على اول اللي هي النسخه الصينيه، وهي المعالج تبعها 865 ومواصفات الجهاز وهيو سي ان. فيعني هذا الجهاز رائع وبيدعم ببجي 90 اطار في الثانيه، حاجه لوز اللوز. المي 11 الترا الجلوبال 13.0.2 على اندرويد 12. ملاحظين انه انا فيه بجيب لكم كل الموبايلات، كل الموبايلات بجيب لكم اياهن علشان على ارض الواقع تشوفوا كل حاجه، فيعني الدعم يا غالي. البوكو ام 3 التركي حصل تحديث 12.5.6 على اندرويد 11، والاو تي 12.5.2. الريدمي نوت 10 لايت هذا الجهاز الهندي حصل تحديث 12.5.3 وكان على 12.5.1. وعندنا الميتن برو الصيني حصل تحديث 13.0.2 وهو تحديث مبني على اندرويد 12. التسعة برو الروسي الان اخر تحديث له ايش؟ 12.5.3 على اندرويد 11، والاو تي اي 12.5.2. وهي التحديث اللي ورجيتكم اياه الان اللي هو الميتن، هيو التحديث حصل اللي هو 13.0.3 على الاندرويد 12، وهي جهاز وهي التحديث. الريدمي 9A هو الريدمي 9AT الاوروبي نفس السوفت وير تبعه، حصل تحديث اللي هو 12.0.18 على اندرويد، لسه لحتى الان على اندرويد 10. وهذا تحديث البوكو اكس 3 برو، يعني اخذ تحديث الان للمسجلين، وعملنا قلنا في فيديو اللي بده ينزله للجميع، بوكو اكس 3 برو النسخه العالميه. البوكو ام 3 النسخه الاوروبيه حصل تحديث 12.5.5 على اندرويد 11، وهذا رابط تحديث 13.0.3 للبوكو اكس 3 برو. البوكو اف 2 برو الاندونيسي حصل تحديث 12.5.3 والاو تي 2. العالمي البوكو ام 3 العالمي حصل تحديث 12.5.7 على اندرويد 11 وكان على 12.5.6، وهي جهاز زي ما انتم شايفين بوكو ام 3 12.5.7 على الاندرويد وهو الاندرويد 11. والله عاملين هنا بسطة جوالات، عاملين الله بسطة ولا في زيها. 13.0.1 تحديث اللي هو ريدمي كي ار 30 برو النسخة الصينية، وهي رابط تحديث 12.5.8 للبوكو اكس 3 جي تي النسخة العالمية. وجهاز شاومي الرائد الشاومي 11 تي برو جلوبال حصل تحديث 13.0.2 على اندرويد 12، وهيو كان على 1 واخذ 2، يعني اخذ لحتى الان تحديثين على اندرويد 12. النوت 10 برو هو نفس سوفت وير النوت 10 برو بلس الصيني، اخذ تحديث 12.5.18. التسعة برو الجلوبال 12.5.4. الاف 3 مبارك للاف 3 الاوروبي حصل تحديث 13.0.3 على اندرويد 12، فمبارك للاف 3. وعندنا لو اجينا للجهاز اللي معنا اللي هو البوكو، وهذا هو التحديث العالمي 12.5.6 على الاندرويد 11 بالنسبه للنسخه العالميه، والشهر هذا هتكون موجوده. الريدمي 10 الاندونيسي 12.5.10 كان 12.5.4. تحديث المي 11 الترا الاوروبي متاح الان 13.0.5، والمي 11 اي الاوروبي حصل تحديث 13.0.5 وكلهم على الاندرويد 12، والاكس 3 الان اف سي 12.5.4 النسخه الاندونيسيه، والنسخه الروسيه 12.5 ايضا 12.5.4. التسعة اس الروسي 12.5.3، وحكينا عن النوت 8 الجلوبال 12.5.2 وعملنا فيديو. وهذه كانت اخر التحديثات بخصوص اجهزه شاومي لواجهه 13 وغيرها، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد. لا تنسى الدعم بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.